النيو لوك جديد وما حدش عارفها خالص، وشكلها اتغير 180 درجة وخست أكتر من 15 كيلو. مش هتصدق الشكل الجديد للبلوجر روح حسن. يا ترى ايه سبب رشاقتها وايه حقيقة رجوعها لمودي؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. ظهرت زي حورية البحر بمايو أزرق في أزرق وبتغني 3 دقات، وإطلالة كلها برعاية مية وبحر وهواء. كلامنا هنا عن النيو لوك الجديد للبلوجر روح حسن، واللي تصدرت الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد ظهورها اللي فاجئ الكل. روح ظهرت في فيديو على انستجرام وهي بتصيف ولابسه المايو وهي بتغني اغنية 3 دقات. ده طبيعي، لكن اللي مش طبيعي هو شكلها الجديد لدرجة الناس معرفتهاش وسألوا مين دي. روح خست ورجعت لرشاقتها تاني بعد ما خلصت فترة حملها وخلفت نوح، والناس بيسألوا ازاي عملت كده في وقت قصير لدرجة انها خست اكتر من 15 كيلو في شهر. وده طبعا فاجئ ناس كتير لانها لسه منزلة اكتر من فيديو بشكلها العادي ومحدش حس بأي تغيير خلال الفترة اللي فاتت. ومش بس شكلها ورشاقتها، حتى لون شعرها وتحسها بقت تفرش. يا ترى ده حب جديد ولا رجعت لمودي ابو نوح؟ ناس كتير قالت انها رجعت لابو ابنها وانه معاها في السفرية دي وهو اللي بيصورها وانها مش عايزة تعلن دلوقتي، وطلعت في فيديو قبل كده وقالت صراحة اسم مودي وانه جاب لها ورد ولمحت بس بشكل غير مباشر بانهم رجعوا لبعض بس من غير ما تعلن رسمي او يظهروا في الصور مع بعض. شكلها خايفة من الحسد او لسه ما جاش الوقت المناسب او يمكن حب جديد، ما هي برضو من حقها تحب وتعيش والحياة ما بتقفش مع حد. وانقسم المتابعين لأكتر من رأي، في منهم اللي اتصدم أول ما شاف الفيديو وقال مين دي؟ مش روح، لأ ده حد تاني. وفي منهم اللي ما صدقش إنها خست بالسرعة دي وقالوا لها هو ده فلتر ولا حب جديد. وفي اللي قال ادينا وصفة الدايت بسرعة إحنا عايزينها يمكن نخس زيك. وفي اللي سأل هم البلوجرز بيخسوا بسرعة زي كده؟ ما يدونا الوصفة علشان نخس زيهم ونرجع لرشاقتنا. وفي اللي قال ده طبيعي، بعد ما بتخلص فترة الحمل والولادة والرضاعة بفترة بترجع لجسمها الأصلي وتخس ما بين 12 و15 كيلو. وفي اللي وصفها إنها بجد حورية البحر اللي طلت على البحر وخطفت الأجواء من أي حد من كتر حلاوتها وشياكتها. وفي كتير اللي أخذ الموضوع في حتة تانية خالص، وهي أنهم قالوا إيه الحلاوة دي ورأيهم إنها رجعت لأبو ابنها نوح، ما هو برضو كان بيحبوا بعض وعيشوا أحلى قصة حب الكل كان بيتمنى يعيش زيها. وقالوا لها بالنص أنتم مع بعض هناك وشكلكم رجعتوا. وفي كمان اللي بجد بيحبوا المظاهر والفاشن وسألوها جابت المايو منين، وده طبيعي من كتر حلاوته عليها وإنه على الموضة. وزي ما في الحلو في حياة نوح فهي عاشت أيام صعبة وهي في مرحلة الانفصال وتحملت الولادة لوحدها وتعب الحمل لوحدها من غير نصها التاني، وولدت من غير أبو نوح بس أصحابها عوضوها عن أي تعب أو حزن. روح تعبت قوي في حياتها ومن حقها تعيش حياتها وتهتم بنفسها، هي لسه صغيرة وفي العشرينات والكل لاحظ انها رجعت لرشاقتها وأناقتها. يا ترى انت من انهي فريق؟ اللي اخدت بالك انها خست ورجعت لرشاقتها، واللي ركز وسأل رجعت لمودي ولا حب جديد، ولا انتوا شايفين ان ده فلتر وانها ما خستش؟ شاركوني برأيكم في الكومنتس.